اليوم تبارك الله الخير تاع سيدي ربي في مدينه وجده. الان حنا متواجدين قرب مطار مدينه وجده، بحال اللي كتشوفوا الان البلاد راويه، الخير تاع سيدي ربي مزيان بزاف. شوف هاد البلاد كيفاش ولات بالماء، عمرت بالماء مزيان تبارك الله الخير تاع سيدي ربي. البلاد راويه مزيانه، شوف هنا الماء ماشي جاي. وهذا النهار، هذا النهار بالنسبه للفلاحه، نهار هذا النهار بالنسبه للفلاحه من اليوم كيبدلوا باسبوع العسل. اسبوع العسل غادي نحكي لكم واحد الحكايه من باب النكته، ان الفلاح فوقاش كيفرح، كيفرحوا الفلاحه بصفه عامه. النهار اللي كتصب الشتاء في اكتوبر كتروى البلاد، اذا البلاد روات الحمد لله. الخير موجود تاع سيدي ربي، الماء موجود تبارك الله موجود، الخير موجود، الفلاحه ناشطين. حنا في صحاب المدينه كنقولوا عندنا شهر العسل، يعني شهر العسل نهار اللي نتزوجوا، وهما الفلاحه لا، عندهم اسبوع العسل. اسبوع العسل كيكون غير في شهر اكتوبر، نهار اللي تروى فيه البلاد مزيان. الا العام ما رواتش البلاد ما كيدوزش شهر العسل، ما يدوزوش. فهاد اسبوع العسل كينوض الفلاح كيشري المراه ديالو الحنه والسواك، الفلاح القدام والسواك والقوقاو الى اخره، وكيجلس اسبوع في الدار ما كيخرجش، لان الارض كتلقاها مغيسه ومرونه وكيستنى الارض تنشف باش يحرت. اذا العام زين، اذا اسبوع العسل باش تعقلوا عليه مزيان. الفلاحه اليوم اللي كيفرحوا بالنسا ديالهم، حتى لا كان شي مشكل هو المراه كان زعفانه ولا شي حاجه، اليوم كيتصالح معها وكيفوت معها اسبوع كانه الاسبوع الاول من الزواج ديالهم. اذا اقول لكم اللقاء، وتبارك الله، والله يزيدنا الشتاء قد النفع. اللقاء.